نأمل من الله عز وجل أنها تكون مصالحة جدية وتكون يعني الطور الأخير في المصالحة اللي إحنا من زمان بنسمع عنه وبنتمنى أن يكون الطور الأخير يعني. والله أنا من ناحية مش متفائل في المصالحة، لأنه طول ما هو فيه خلافات، طول ما هو ابن الشعب يعني أولاد الشعب بيكرهوا بعض، من ناحية ابن حماس بيكره ابن فتح، ما أعتقدش أنه هتصير مصالح. الله أعلم، لا إحنا بنعرفش يعني بعلم الغيب، بس في ناس معنية هنا ما تستمرش، الله أعلم. لا فيش مصالحة، لانه هنا اللي في قطاع غزه فيش نوايا مصالحه. كل يوم الشعب بموت قاعد، وكل يوم في ناس بتنحرق، كل يوم في ناس بتحرق حالها، وكل يوم في ناس بتموت على الفاضي. احنا زي ما احنا، انا املي في الله 100%، لكن املي في الحكومات والنفوس 50%. هي عملت مره ومرتين وثلاثه على الفاضي، ما استفدناش شيء. هي تضل الحاله زي ما هو عليه، ان شاء الله خير، ان شاء الله احنا نتمنى تصير مصالحه عشان احنا نتحل قصتنا ويصير الشغل ويصير في معابر ويصير في كل شيء. ان شاء الله تستمر على كده، لانه كل الدنيا زهقت وانخنقت يعني. لاجل الشهداء والاقرمين منا جميعا، يجب على الاخوه في قاده حماس وفي قاده فتح ان يصطلحوا هذه المره بحق وبصدق وبدون مواربه وبدون ضحك على اللحيه. وممكن يصير في بعد هيك اتفاقات ما بينهم، بس انها تتم مصالحه لا ما ظنش. المصالحه اي فلسطين بتمنى انها تكون حقيقيه وجديه، ولكن الاطراف المتنازعه في المصالحه مش جديين في انهاء الانقسام، فلذلك بتوقع ما تكون حقيقيه. للي احنا فيه ما حدش فيه، حرام هيك، حرام يعني. والله احنا بنتأمل من الله تكون حقيقية، نتوفق مع بعض، شعب فلسطيني يتوفق مع بعض زي هيك بإذن الله يعني. إن شاء الله هذا بنأمل من الله ومن كل إنها تتم المصالحة، وإن شاء الله بنتوحد ونكون إيد واحدة تنحرر وطننا. أول إشي، شغلة تانية، إحنا بندافع عن القدس، القدس إلنا وإمنا يعني. المصالحة مش راح تتم، لأنه نفس اللي رايحين للمصالحة هم مش رايحين في نية المصالحة. اليوم يعني اللي راح بمثل حماس مش من الداخل، من الخارج، والخارج بمثلوش الداخل، بمثلوها بس بالكلام، لكن بالفعل بمثلوهاش.